وائل قومي احكيني. لما قلت لي ليز انك هون ما صدقت، امتى جيت؟ امبارح بالليل. ولما قلت لي انك جاي؟ امي بشرفك تركت المزرعة بعد الظهر عند ركان امبارح. ما كان إلا خلق شوف حدا، رحت على البار ولما رجعت كنت نايمة. وشو صار معك؟ ما في مجال ارتاح ونام بليز، بعدين بنحكي. لا حبيبي، بدك تطول بالك شوي. كل نهار امبارح أنا مشغول بالي عليك. بدي أعرف شو صار معك ومع خيا لهيدي اللي ما بتتسمى. إنه شو بده يصير يعني؟ رح اتجوزها وانتهى الموضوع. هيك؟ بهالبساطة؟ كيف رح تتحملها؟ شو بدي أعمل يعني؟ كله كم شهر وبكون خي ارتاح شوي نفسياً وبعدين بطلقها وبسحب منها كل شي بدي. فكرك هين القصة؟ خي ما رح يخليك تاخد منها قرش. مش شايفه كيف حاطط راسه براسك؟ أمي أنت بعدك ما بتعرفيني، بكل عادك أنا أتجوز وحدة مثل مينا لو مش عارف إنه رح استفيد منها. بكرة بتشوفي كيف كل مصرياتها رح يصيروا باسمي. إذا هيك ماشي. طيب أنا طالع نام ريح. لا وين حبيبي، بعدنا خلص حديثنا. ليه ما قلت لي إنه رامي إرداحي كان بالمزرعة؟ لأنه بنتك هددتني إذا بجيب سيرة لركان رح تخبر وسيم إني بالمزرعة. اوعى يا وائل، اوعى بيك يعرف شيء. خليني اعرف شو اسمع. لما قالوا لي ابنك وائل بالبيت قلت لاجي شوف بعيوني ابني الرجال شو عمل. شو مخبيين عني؟ مش مخبيين عنك شيء عادل. بعدين ولو هيك بتفوت بدون ما تقول له الحمد لله على السلامة لابنك؟ شو جابك لهون؟ أنا ما قلت لك على هيدا البيت ما لك فوتة؟ عاد الروق؟ وائل لاقى حال رح يتجوز ميرنا؟ ما بدي أعرف شي عن الموضوع. ما بدك تعرف ابنك شو رح يعمل؟ ابني؟ كان ابني. من اليوم ورايح ما بقى عندي ابن اسمه وائل لأنه ما بيشرفني. يلا لبرا. شو بيك عادل؟ تعبت منه من حركاته، تعبت لكت. طب بغراضك وفل من البيت وما تخليني اشوف صورة وجهك هون إلا ما تصير رجال عن حقه حقيقي. وائل ما رح يفل من البيت. رح يفل وحل، واللي مش عاجبه يطبطب غراضه ويلحقه. ما رح خليك تفل من البيت أبداً.